الفريال. لا لا حتى الفريال. يلا نعمة. مبروك مبروك مبروك. وإلى قرعة جديدة. إلى قرعة جديدة. مين حيكون معنا في الجولة الثالثة؟ بسرعة 4000 كل خزنة. عبد الرحمن مساوى ما هو فيه. عبد الرحمن ما هو فيه راحت عليه والله. غيره محمد عيرم هلا والله هلا بأهل الكويت هلا بك يا مرحبا مهند. يا مرحبا محمد السريعي أسرعي عفوا السريعي سريعي 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 وين محمد وين محمد السريعي عمر السيد كان موجود عمر عمر السيد لا لا هنا هنا عمر هنا ايه محمد هنا افتح مايكك يا عمر ايه تفضل يا برجع تفضل والاخير مين من هو الاخير محمد السريع لا موجود محمد السريع وينه هذا لبيك هلا ما شفتك مع الظلام صالح المكسر يا مرحبا يا مرحبا ها شفت جايك صندوق تسعه ايوه مضبوط كذا مضبوط اوكي يا هلا وسهلا يا محمد يا هلا شو اخبارك يا طويل العمر ان شاء الله طيب اتمنى ختامها مسك ان شاء الله ان شاء الله ختامها مسك ترى دائما اليوم انا مودعكم بخير وبركه الله يجزاك ما في سالم ما في سالم ابو مهند ما في سالم ما ابو مهند ما نقول وداع بل الى اللقاء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما في سالم علشان اريحكم الله يوفقك يلا محمد عيرم يلا يا محمد ها العملات عطني يا محمد 28 محمد بن دعيرم رقم مش على العياف يلا يذكر بالخير وهذا فضي والسؤال ما شاء الله غريبة ما فيها ايوه مصطلح محلي يطلق على جبل سريع. مخروطي ذهبي هل هو عمود ولا غابة ولا عين ولا غارب عمود اكيد يا سلام عليك انا تعجبني الثقة تعجبني الثقة كذا يا ابو حميد مخروطي شك اكيد عمود ما شاء الله المشرح مليان عنده ثبت يعني على عمود والجواب صح اشكرك طبعا ما دام قلت لك ان ما في سالب اكيد بتدبل دبل اكيد مليون في المية دبل يلا روح دبل الدبل سلام حلوة ما شاء الله 500 وصارت 1000 الله يجزاك خير ونقصنا من ال 50 950 عليك بالعافيه ومباشرة إلى محمد محمد السريعي ولا السريعي؟ السريعي السريعي خلاص بقي على السريعي فأنا أقول السريعي يلا يا محمد العملات 20 علشان من؟ 20 عشان ياسر قحطاني أوه أنت هلالي ها؟ أكيد هلالي محمد هلالي وقحطاني ما شاء الله تبارك الله طيب 15 كم تبلغ عدد القطع الأثرية في متحف نسيم الماضي يا أخي المعد هذا يبغى يعقدها لا إله يبغى يعقدها 1060 أم 300 أم 729 أم 4252 1060 أتوقع والله العالم يا أخي أنت كيف ما شاء الله عديتها لأني عديتها رحت عديتها من قبل البرنامج كان عندي وقته والجواب صحيح سلام سلام عليك دبل على طول خلاص ضامنين ضامنين يلا نروح للدبل يا رب مو الدبل يا محمد 500 ما شاء الله تبارك الله لا تقول لك ما فزت معي ها لا تقول لك ما فزت ها شايف لا انا خلاص الله اكبر ارحب ما انت كل مره تفوز المره دي بخسر ترهي ما ادري والله ان الخساره واجده يلا عطني رقم 15 يوسف الثنيان رقم 15 بعد انت هلالي بعد نعم ما شاء الله تبارك الله والله نسبه كبيره هذه مره ما شاء الله تبارك الله نسبه التوطين في مشروع سكاكه للطاقه الشمسيه تصل الى نحو 60 أم 56 أم 97 أم 33 والله أتوقع 97 أتوقع يا رجل أتوقع والله توقعاتك يا أخي بعض الأحيان ما أدري عنها ماني متأكد بس أحس إنه هو ف 97 نثبت يعني ثبت يلا نشوف
والجواب صحيح. سلام. يا سلام عليك. سلام عليك. اي والله. يلا دبل مرة دبل. يلا نروح نشوف الدبل وش أعطاك. 450 حلوة. 900 وراح لنا 50. فدا يا سلام. هلا يلا ورني شطارتك الحين. نبينا فضي. أنا ما راح أقول ولا شيء. المشكلة أنا نبينا فضي تك. دبر له فضي. ما في فين أدبر فضي؟ من يمين يسار ما في. أخذ ذهبي يعني. ها أخذ ذهبي. ما ادري الذهب يبغى ما ساعد يا ابو حنود. ما ساعد في الذهبي. يلا اختار. والله ما ادري شيخ. اختار توكل على الله. محمد نور يا رجع ما قصر شيء. ختام بختار 27 ذهبي. ذهبي حلو ما شاء الله تبارك الله. مغامر هو. سهله هذه والله. سهله مو قصدي. في أي عام تم إطلاق ذا لاين المدينة المليونية الذكية؟ نعم 2021. أثبت يعني أثبت؟ إيه ثبت. أثبت؟ ثبت. أثبت على 21. يا سلام عليك. سلام. والله سهل. والله سهل صراحة ما شاء الله تبارك الله. طبعا من ما يذكر. نعم المفتاح. يلا أكيد هذه ما يبغى لها الصندوق. صالح لبيه. كم قيمة صالح؟ كم؟ ألف لا جود إن شاء الله. ألف استاهل. السلام عليك. مبروك وإلى صندوق. الخزنة تسعة. أنا أقول حلال. كم اختاروا؟ عياد عيرب. كم؟ تسعة. اللي قبلنا كم اختاروا؟ اختاروا 5. 9 و800 والدنيا 6. 6 و5 راحوا. 5 و6 راحوا. أنت وش قلتوا؟ 9. توكل على الله. 9. الله يدلك. 9. ها صار. الله يدلك. 9. الله يدلك. والله مع الربع. يلا مع الربع. نشوف 9. نشوف 9. ها. هيا. ما شاء الله تبارك الله. 4000. ما شاء الله. 1000 كل واحد. 1000 هلا والله. بيض الله قبل ما هذه ختمية الخير. يلا الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. وإلى الجولة الأخيرة. يلا القرعة يا شباب.